ده يخلي النادي الاهلي يوافق له على كل الشروط اللي هو عايزها؟ لا طبعا. يعني قلنا ست بطولات لو واخد كاس العالم. يعني ايه لو واخد؟ لا النادي الاهلي ما بتلوش دراع. انت النهارده هتعمل لا كابتن سمير انت مش عاجبك واخد كاس العالم ايه؟ لا لو يعني لو حتى لو حتى الانديه جاب كاس العالم للانديه كاس العالم للانديه الانديه. لكن النادي الاهلي يا اسلام انا من طريقه او لعبنا فيه او معرفتنا بالنادي الاهلي ما بتلوش دراعه سواء مع لعيب او مدير فني. لا مدرب سماني مدرب كويس جاب بطولات للنادي الاهلي. لكن يعني ما اقدرش اقول ان النادي الاهلي ان سماني بقى المبرر اكتر قوه دلوقتي وهو بيتفاوض على التجديد والاستمرار داخل النادي الاهلي. لا ما فيش حد اقوى. انت بتضحك ليه يا كابتن رضا؟ ما هو ما فيش حد اقوى من النادي الاهلي. وانا بقول نكته. انت اخبث انسان في الدنيا. الله والله انت بالك ست سنين انا الله يسامحك. ايه اقول لك على اقول لك حاجه يسمحك. واحنا لا بجد انت خبيث خبز غير عادي. الله يسامحك. يعني انت بره عمال تقطع في عثماني ولازم يمشي خالص. حصل يا عم. مين اللي قال الكلام؟ حصل يا عم. لا طبعا ثلاث لعيبه كوره فطبعا يعني تمر ما شاء الله خلي بالك لازم هيتكتلوا عليا. اسلام لما الاهلي جاب الجون طاهر في البلس 90 هيص وقعد يقول ايه بيب بيب اهلي. ليه سنة بس وساعه ضربه الجزاء الاخيره لا بنات الجاكيت عشان خلاص خلاص ايوه بتاع الرجاء. لا 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 بتاع الرجاء قال لك هيضيع وهات الجاكيت عشان امشي. حصل ايوه حصل. يعني انا بدي لا عشان نمشي. لا عشان نمشي. انت معانا ولا علينا عشان نبقى فاهمين؟ اه عشان نلحق معانا ولا علينا؟ هو لبس الجاكيت قال لك الرجاء هيضيع فيلا مبروك للاهلي. يا جماعه اسلام صادق طلع اهلاوي كبير النهارده ولا اهلاوي هدف ايوه لان طاهر ان النادي الاهلي بيلعب باسمه عشان بيلعب باسم مصر كلنا كنا اهلاويه مع بعض. اه وانا والكابتن رضا وحضرتك كابتن عبد الدهب حتى الناس اللي مع ياسر لما الاهلي جاب اه طبعا لان النادي الاهلي كان بيلعب باسم مصر. بص انا عايز